فأول يعني مدير أو مفتش اللي كان عندنا هو السيد عمر بن بلال مضيف، ويعني معروف عليه يعني الشدة والقوة وكذا، وكنا لا نستطيع الوقوف أمامه ولا التكلم أمامه. كان جيب ليك جيب لي دير ملف وارواح. ها؟ عديته لمدير المدرسة بذاك الوقت السي عمر مضيف الله يحفظه. ربي يرحمه ويكفر شره. عطيتو الملف وحكم لي. ايه. هاي حكم لي. حكمني مدة عام. قبل ما يحكمك ما دارلكش التمرين ولا؟ لا ما كانش التمرين ما دار لي والو، هو يعرفني. ايه يعرفك من قبل. عرف كيف يدير، هو كان يعني يفكر فكر المستقبل. سي عمر؟ ايه. ايه ربي يرحمه. وين يروحوا؟ ايه. حطني مدة عام. كل مرة عند واحد، كل مرة عند واحد تتدرب. إنسان مربي، أحسن مربي في الجزائر. وكان شوف أنا ضغط عليه كي يقعد عندي وقت فراغ، نروح نخدم معاه في الإذاعة، نشوف له قوائم ولا حاجة ولا. قال لي تخلص من كل نورمال. ما نقصد لنا. قال لي لا تخرج، قال لي لك نفرح دسكوستيم مدة جديدة كراوات، قال لي قول لك نروح الجزائر ولا الوطن. قال لي بعثوني كل مباشر الصحراء. قال لي بنتك لا تعوا مدرسة لك فوق الزمن، بنقلب لا تكونون. ولا كل مكان سما كل مسار بشار لعرضك. ايه. سما بشار كان سما كل مسار. ثقافة عالية فرنسا ولا عربية. ايه. وقلت لك نهار اللي جا المدرسة قلت روح، قال لي اقعد احكم مذكرتك واقعد حتى مذكرتك. تمام مذكرة وابدا. قال لي حمل أسئلة أطرح الأسئلة اللي على الولد نسأل فيهم. والله كل يهتموا 100%. وإنما هو يحب الصرامة. يحب الخدمة. هذا واحد أستاذ ثانوي. متوسط. يقولوا قرش درنا ملحقة في الذكور. خش يفتش فيه نحل غلطة. قاس على قاض وحال. ما حبش يقعد عنده ولا راح يبعد. كيفاه هذا العرب هذا البيك وهذا ينحل على فرنسا. يكبر عني غلطة. ينحل غلطة. يا ربي يرحمه. الشيخ ما كان كان احسن محل يعتقد. أعطاني مجلد تاع نووي وأعطاني صلاية زبدة تاع الصلاة. وناس بن بلال خدموا، أحمد بن بلال ورابح بن بلال خدموا بلال. وأحمد بن بلال خدم تربية. كانوا من أحسن الناس. ربي يرحمهم الكل. وكيف حتى ولي جيت للتعليم؟ كيف حتى ولي جيت للتعليم من الغابات للتعليم؟ بلا اختلافش سي عمر بن بلال ربي يرحمه. ربي يرحمه. شافني باللي نصلح للتعليم. في المدرسة أكثر المزايا تاعي والمعرفة تاعي أكثر من الغابات. الغابات اللي جاية يخدم. وانا كنت في الغابات هو اللي نبه لي. هيدك ماكش اهل الكلام تقوي الله لينا وعطاني في ذاك الوقت المدرسه تاع الخميس مع بوزيف عمر الله يرحمه عليه. كالساعات تم الكلام ده ما شاء الله
وفي الليل نقري الكبار قالوا لي نقراو، قلت لهم نافحه. المره الاولى قالوا لي بعثتك الجبهه والله بعثتك فرنسا، قلت لهم يا اخي فرنسا نهضرت رانا في الاستقلال، راهي بعثتني الجزائر. الجزائري مانيش سما. مازالت العقليه هذيك مستمره؟ مازالت بطبيعه الحال يفكروا باللي هذا جزائري. من تم يا اخي المدارس خربوا نحو غير شويه. ومن بعد جات نظن مرحله تاع الجعفره. من بعد كالساعات قلت لك زعما طلبت ندير، ما حبيتش نطلب المدارس، قلت انا ندي مدير تاع مدرسه تاع واحد. لا لا هيا وليت طلبت معلم. والربعه تاع العشيه كان عندي قبل الربعه استغفر، كان عندي سي عمر الله يرحمه قال لي فلان وش بيك؟ قلت له قال لي قلت له وش قال لي وش طلبت؟ قلت له هاني وش طلبت وش طلبت؟ وليه ما طلبتش مدير؟ قلت له مع من تخدم؟ قلت له مع من تخدم؟ قلت له كاش معلمين. قال لي هاك شوف، اعطينا لهم الحريه قد هكذا، ورى لي الكريون قال لي اداو الحريه حتى النهايه. قال لي إيه الغلط؟ قال لي مالا شوف، أو عندك من الربعة فكر، هاي كاين مدرسة الجعفرة غادية تفتح جديدة، وعارف المنطقة تاعكم يعني تاع الجعفرة خشان، وربما ما تقدرش تخدم تما. قال لي فكر، أو عندك الربعة، أنا خطرت غادي نبعثوا لفيش دوفو بطاقة الرغبات هذه.